جيش الأمير يرجع إلى دياره بسلامة بلا تفريق وفي أمن وآمان. فكرة 189 ومعركة المقطع الذي أخذها الأمير عبد القادر ضد الجيوش الفرنسية بقيادة تريزال وجنرال تريزال. وما أدرك جنرال تريزال، كان هو قائد في الجيوش النابليونية، وانهزم هزمه الأمير عبد القادر. الأمير عبد القادر كان في عمره 26 سنة، وحنا رانا في أكواب عيد الاستقلال وعيد الشباب والشبيبة، والأمير عبد القادر كان عنده 26 سنة، والجنود انتبهوا، الصغير كان عنده 19 سنة، الصغير 12 سنة، والكبير 29 سنة. دونك رمز الوحدة الوطنية ورمز الشبيبة هو الأمير عبد القادر، وهذا اليوم نعتبر به منذ 1991 وأسس الأمير عبد القادر، رانا نحتفل بهذا اليوم الوطني لمعركة المقطع. بمناسبة إحياء الذكرى الكريمة، ذكرى الأمير عبد القادر، نشكر السيد والي طهران، كما نشكر السيد رئيس المؤسسة السيد مطالب على هذه الالتفاتة كل سنة كما عودنا. ربي يرحم اللي ماتوا شهدائنا الأبرار. أولا قبل كل شيء أود أن أقول أنني جد مسرور بتواجدي في هذه المناسبة الكريمة، وإحياء لهذه المعركة التي قادها رجل عظيم وعظمة الجزائر، وهو مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. أقول من هذا المنبر أوجه شكري الجزيل لمؤسسنا من عبد القادر على هذه الدعوة الكريمة، وأحيي كل هذا الجمهور الغافل. Thank you.